بيحتوي متحف الغردقة على قطع أثرية جميلة بتحكي تاريخ الحضارة المصرية وبتبرز مفهوم الجمال في مصر. بيبلغ عدد معروضات المتحف حوالي 1200 قطعة بتسلط الضوء على جوانب الجمال والرفاهية في حياة المصري القديم في مختلف العصور. ومن أبرز القطع الأثرية المعروضة بالمتحف تمثال مراية أمون بنت الملك رمسيس الثاني، وتمثال من الجرانيت الأسود للإله حورس، تم العثور عليه بجوار تمثالي ممنون عام 2019. ده غير مومياوات من وادي المومياوات الذهبية، وبتضم قاعات عرض المتحف قطع فريدة بتحكي مراحل الفن عبر التاريخ المصري، وبتشمل المعروضات الأدوات اللي تعود المصري القديم إنه يستخدمها في حياته اليومية، بداية من أدوات الطهي والطعام وأدوات الزينة والصيد، وصولاً إلى الآلات الموسيقية والأدوات المستخدمة في الألعاب الرياضية زي الصيد النيلي أو الصيد البري، ده غير مجموعة فريدة ورائعة من الحلي.